مؤخرا اضراب الاساتذه ولا هو موضوع الساعه، وبزاف ديال الناس اللي كيقريو وليداتهم في البيبليك وحتى اللي في البريفي ما لقاوش اللي يجاوبهم. واش الحكومه غدير الحل؟ واش وليداتنا غيبقاو ضايعين؟ واهم من كل شيء، واش يقدر يكون هذا العام سنه بيضاء؟ الصراحه ما عندي جواب لهذه الاسئله، ولكن غادي نعاود لك واحد القصه اللي تقدر تعاونك تفهم منين جا هذا المشكل اصلا. ضيف ضاع ولد الشعب، شد الباك ومن بعد دار لافاك وخد الاجازه بنقطه مزيانه، هز عينيه للسما لقى واحد البلاكه كبيره مكتوب فيها وظائف ولاد الشعب، العسكر، البوليس والتعليم. خونا ما قد على صداع وعرف بلي خدمه المخزن صعيبه وخاصك تخلي ضميرك مع الباب. عيا ما يفكر، وفي التالي بلو ان التعليم مهنه شريفه، وخا الصالير ديالها هو اقل واحد فيهم، الا انه شاف فيها واحد القيمه معنويه، واحد المكافاه اللي كتبرد على النفس اكثر من الفلوس. يقري ولاد الشعب. ضيف ضاع دفع للتعليم وتقبل، فرح لحقاش داز في المباراة، ولكن الفرحة ديالو كانت ناقصة. الوظيفة هي في يديه، ولكن خصو يسمح في القراية. كلشي كان كيقول له راه تعيا ما تقرا وتجيب في الشهادات، في التالي غترجع تدفع للتعليم. وديكشي اللي كان فعلا، فاش دخل المدرسة المعلمين لقى حداه دراري وبنات بالماستر والدكتورة وعاصرين حداه في القسم. غمض عينيك وحلهم وانت دابا استاذ، وطلع ريح في الجباد. كيفاش؟ دابا تشوف. ضيف ضعفاق واحد النهار ولقى راسو جار فاليزة جديدة وطالع في واحد البيست اللي كل حفرة فيها تقدر تكون بيسين. الصباط جديد ولا مهرتك، ونيفو عمر بالغبرة لدرجة انه ما بقاش كيشم الريحة ديال المخلفات الحيوانات اللي صرفقاتو فاش نزل من 207. ماشي ضروري نقول لك فينا هو، لحقاش 80% من المساحة الجغرافية داد البلاد كينطابق عليها نفس الوصف. ضيف ضاع درب كلام الوالدة ومشى ديريكت عند مول الحانوت يسول على شي بيت يقضي به. هاد الحانوت ماشي بحال الحوانت اللي كيعرفوه الأغلبية ديالكم، هذا حانوت كتدخل له كيصرفقك الواقع عند الناس اللي عايشين تما. حانوت فيه قريعات معدودة تزيد ليترو، شيخ نشيد ساندة وحدة فيهم مفتوحة وشي سقاطة الدراري الصغار. العجيب في هاد الحانوت هو أنه كلشي كيتباع بالعبار حتى من بيمو. صديقنا الأستاذ أخيرا دبر في الكرة برتوش بالمعنى القديم قبل ما يغنيو عليه، حط الفاليزة ديالو وطل من الباب. بنوا له جوج أستاذات جداد طالعين للدوار وجايين معاهم العائلات ديالهم، كلشي كيبكي ويتعانق بحال لحوم المنفى. وهو منفى ولكن ماشي شي منفى. ضحك ضيف ضاع، ولكن في نفس الوقت بقاو فيه. البيت اللي كرا فيه بولة وحدة، ولا بغيتي الماء عليك طوبيز الحداش حتى لراس الجبل. حتى انت هاد التلامد كل نهار كيطلعو حتى لراس الجبل ويهبطو، شحال صعيبة كاع. دغيا اكتشف بلي صعيب على اي واحد اللي موالف كيلقى الماء في الروبيني. طواليط بعيدة بشي 50 متر على البيوت. طواليط حفرة في الارض عندها باب مفرمش مغطي شوية ومعري بزاف. اما الماء باش تجري على وسخك خصك تجمعو فاش تكون كتغسل الماعن، والا بقيتي حاصل. خلاص المدرسة فاش تعين عالم فريد، بلا ما نضيعو الوقت في الوصف، تقدر تخيلها بوحدك. قيس غير على الطبيعة ديال المنطقة وراك غتجيبها لاصقة. حاجة وحدة اللي ما خيبتش الامل ديال ضيف ضاع كانت هي ديك الوليدات، وديك الفرحة اللي كيحس بها فاش كيساليو الدرس ديالو وكيقولوا له حصة دازت زوينة استاذ، اولا فاش كيكون غادي في الدوار وكيغوتو له من البعيد راه قلبو كيبغي يخرج بالفرحه. سنين من بعد دخل ضيف ضاع للمدينه وباقي ما على بالوش ان الصالير ديالو ما تحركش تقريبا، باقي كيدير خدمته بنفس المبادئ باش بدا. حتى لواحد النهار غادي ينزل نظام جديد. شفتي ديك النادي اللي كديرو وديك المسابقات اللي كتنظم عن طيبي خاطر؟ ما غتبقاش ديرهم حيت انت بغيتي تنشط الوليدات، غتولي ديرهم بالسيف عليك وبدون مقابل. ديك ساعة الدعم اللي كنتي كتزيد تلامد وكديرها تواب بينك وبين الله غتولي تزيدهم صحة، وحتى هما بلا تعويض. اما المدير اللي كانت بيناتكم علاقة افقية غيولي هو يختار لك العقوبات والمهام، ولا كان ما عندوش معاك غيوجد راسك للمصويطة. وزيد وزيد. حبس نسيت ما قلت لك، عرفتي كلشي اللي خدام معاك واللي اذا غيبو ما غيوقع والو وغتستمر الدراسة عادية، غنزيدهم كاملين في الصالير الا انت. ورغم ان ضيف ضاع كان ديجا كيدير هادشي كامل وعمرو فكر يطلب مقابل، ما تسرطاتلوش انها تولي اجباريه. غنبسطها لك،
شفتي الاحساس اللي كيحس به ضفدع؟ بحال فاش كتكون نايض تغسل الماعن عن طيب خاطر وكيقول لك شي واحد وتقعد تغسل الماعن، نفس الاحساس ضربه في 5000. ولسبب ما اقرب شيء لهذا الاحساس هو الشعور اللي كيجيك فاش كيحقرك شي واحد. وهذه هي النقطه اللي فيضت الكاس. من هنا كنقول بالتوفيق للاساتذه في النضال ديالكم، وخليو في البال انكم اليوم كتعطيو درس للمغاربه كاملين، واذا نجحتو نتوما غتعطيو الامل لاي واحد كيحس بالحقره انه حتى هو يقدر يبدل المستنقع ديالو. تحيه نضاليه.